الصحفيين المختصين بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني تعجبني مقالاته وتحليلاته. جوناثان كوك تعليقا على نتائج الانتخابات الإسرائيلية كتب مقال حقيقة في غاية الروعة، بيتكلم فيه عن التحولات اللي حصلت في إسرائيل عبر العقود الماضية. يعني هاي كيان الإسرائيلي، الكيان الصهيوني الذي أنشأه اليساريون، أنشأه العمال أو حزب العمل. الآن حزب العمل ما طلعوش بينه 4-5 مقاعد، 7 مقاعد، يعني عدد يعني هزيل جدا. الصهيونية الجديدة هي صهيونية تأخذ طابع التدين على عكس الصهيونية المؤسسة. الصهيونية المؤسسة كانت صهيونية علمانية، صحيح كانت تستخدم الأساطير التوراتية لتبرير مشروعها، لكن أصحابها لم يكونوا متدينين ولم يكونوا يعني حتى الجانب القومي يعني سكر خفيف. الآن معظم الذين يصوتون في الكيان الصهيوني يصوتون لأحزاب ولمرشحين ينتمون إلى اليمين واليمين المتطرف. طبعا هو بالنسبة للفلسطينيين أو بالنسبة للعرب مش هيختلف كثير من اليسار لليمين، يعني كله صهيونية، كله احتلال وكله عدوان. لكن الذي يختلف الحقيقة، وهذه النقطة اللي انتبهت فيها أنا إليها أو جذبت لي في مقال جوناثان كوك، هو مظهر هذا الكيان أمام الخارج. اليساريون أو حزب العمال كان يحرص بدرجة كبيرة على صورة إسرائيل، صورة إسرائيل اللي هي مكافأة للذين اضطهدوا وظلموا وانتهكت حقوقهم، وهي في نفس الوقت يسارية اشتراكية تحاكي المنظومة الاشتراكية الموجودة في الغرب. الآن اليمين واليمين المتطرف لا يهمه ماذا، ما الانطباع الذي تتركه تصرفات إسرائيل على الناس في الخارج. يشعرون بحالة من الكبر والزهو، يشعرون بأنه مثلا بدام في واحد زي ترامب في البيت الأبيض فلا حاجة لهم لأن يأبهوا بشيء، ومدام دول الخليج العربية وحتى دول الجوار العربية يعني زي بيقولوا مندلقة عليهم وتقبل أقدامهم قبل أياديهم، فلا تهمهم أن تكون الصورة المنقورة عنهم صورة نظام عنصري، نظام قاهر يمارس التعذيب ضد الفلسطينيين، يمارس التمييز ضدهم. أنا أتصور أن هذا التحول في التفكير الصهيوني وفي شكل الصهيونية هو الذي يقرب هذا الكيان من نهايته. أنا ما متأكد من النهاية، لكن بالتأكيد الوضع أولاً يعني التغير السكاني في إسرائيل، كانوا القدماء الناس اللي عندهم تاريخ، الآن هناك جيل جديد لم يعاني لا من المحرقة ولا من أوروبا ولا من أي شيء آخر، وبالنسبة لهم لديهم دولة والدولة متقدمة، ومثل ما ذكرت الباقين مندلقين عليهم وترامب هناك، وبالتالي أصبح لديهم الشعور بالغرور. هذا هو اللي يظهر أثره، أنه في الغرب هناك حديث كبير جدا ومحاولة لحماية إسرائيل بالحديث على موضوع الأنتسماتيك، معاداة السامية، لأنه لأن الصورة الإسرائيلية وفق المفاهيم المعتادة للإنسان المعتاد في الغرب هي سيئة، صورة مشينة، صورة مشينة ومخجلة. وبالتالي حينما يأخذون هذا الموقف السياسي تجاه إسرائيل، الوسيلة الوحيدة التي تستطيع إعادتهم فيه أنه تتهمهم بموضوع معاداة السامية، وهناك مثلا موضوع مبدأ المقاطعة. لكن أنا ما أظن أن إسرائيل، أظن أن هذه الصورة ستؤدي إلى المزيد من سوء المعاملة للفلسطينيين من قبل الإسرائيليين. حينما كانت هناك مثلا السياسة، الحكومة والأجهزة الأمنية والشباك وإلى آخره، الآن أصبح الفرد العادي الإسرائيلي هو عند الحقد تجاه العربي وتجاه الفلسطيني وتجاه المسلم وإلى آخره. لذلك أنا أظن أن الوضع سيزداد سوءا،
وسيدفع كثير من الفلسطينيين، لأنه أولا يعني التضييق عليهم أصبح غير قابل لي، يعني حينما تهدم البيوت وتلغى الرخص ولا تستطيع الزيارة ولا تستطيع السفر ولا تستطيع إلى آخره، وبعدين يتاح لك فرصة عبر الجسر تروح الأردن، يعني كثير من الناس سيصل إلى هذه المرحلة، بالرغم من أن الفلسطينيين قرروا أنه ما يسوون مثل القضية مال الأرمن، أنه لن يغادروا بلدهم. بس دكتور، أنا بختلف في بعض التوصيفات اللي هي منتشرة جدا في الإعلام العربي ومن المتحدثين العرب، بأنه اليسار الإسرائيلي أو اليسار الصهيوني عمليا هو التيار الذي خاض أكثر عدد من الحروب ضد العرب من اليمين. يعني كثير من الحروب تم تأسيس الدولة أصلا، طبعاً تأسيس الكيان، ثم بعد ذلك الحروب معظمها تم بقيادة اليسار اللي هو حزب العمل. أكيد. واليمين الإسرائيلي في غالب الأحيان أكثر حذرا من الذهاب إلى الحروب، ولذلك وأكثر استعدادا لتقديم موائمات لعقد اتفاقيات مع الفلسطينيين أو مع العرب من اليسار، لأنه هو لا يعاني من عقدة الحاجة لتبرير سياساته أمام الجمهور الإسرائيلي. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أيضا أن كثير من السياسات الداخلية الإجرامية التي تعرض لها الفلسطينيين كانت في ظل حكومات يسارية. يعني مثلا عندنا المواجهة الانتفاضة بتكسير العظام كان أيام رابين، عندنا مجزرة قانا أيام شمعون بيرز، أكثر صعود في البناء في المستوطنات في القدس قبل مرحلة نتنياهو الأخيرة كان في عهد شمعون بيرز. فنحن نتحدث عن تيار تاريخيا أنا ما مختلف، تيار لا يقل إجراما. لا لا لا, لا الوضع الآن أنا أعتقد أنه الصهيونية تجاه الفلسطيني أو العربي واحدة لم تتغير، يساري ولا يميني مش بمختلفش. شوف الآن اليمين، الأحزاب اليمينية الصغيرة اللي المتطرفة التي سيتحالف معها نتنياهو ويتفاوض معها على تشكيل حكومة، تشترط عليه ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية اللي بتحتوي المستوطنات التي تسمى مستوطنات غير شرعية أو غير قانونية. نعم. وهذا معظم منطقة سي، منطقة جيم يعني تقريبا. فهو النكال الذي حل بالفلسطينيين وبالعرب بسبب المشروع الصهيوني، واحد سواء كان المسؤول يميني أو يساري، لكن أنا أتكلم عن طبيعة هذا المشروع كيف يتغير. يعني هو دكتور عذرا جلال، بس إشارة سريعة، أنا أعتقد بأن العرب لعبوا دورا مهما في هذا الأمر، وهو وأنا يعني أسميه أن الحكومات العربية صوتت لصالح نتنياهو في الانتخابات الأخيرة من خلال التسارع نحو التطبيع. لأنه الآن أنت المواطن الإسرائيلي، إذا لاحظنا كان نتنياهو خلال الأربع سنوات الماضية في كل مناسبة يتحدث عن الاختراقات التي حققها في العالم العربي. طبعاً. بالتالي أنا المواطن الإسرائيلي بده يقول أنا ليش ما أنتخب نتنياهو؟ هذا نتنياهو بيعمل لي أمن أكثر. صحيح. والتيارات الدينية بتنتخبه لأنها بتحقق أهدافها بعدم الخدمة، وفي عندهم متطلبات اجتماعية ليس لها علاقة بالسياسة معظم المتدينين في إسرائيل. والأمر الآخر بقول لك هو عامل كل هذا الشيء وقانون القومية والاعتقالات والحروب، وبنفس الوقت العرب بتقدموا له، فإحنا شو خسرنا؟ وبعدين كل ما تتنفس غزة يروح ضربها بالصواريخ. فضلا على بالتأكيد حتى صعود اليمين ويعني عمليا حسم المعركة لصالحه في الانتخابات الأخيرة، بالتأكيد حتى الولايات المتحدة، يعني إسرائيل يعني تثبت في كل مرة أنها فعلا كيان يعني مصطنع، ولذلك إذا يعني لما يوصلها المدد من الخارج تنتعش. اليوم يعني نتنياهو أخذ دعم كبير سخي جدا من ترامب، في طبعا معطوف عليه هذا صعود اليمين حتى في أوروبا نفسها، إلى جانب طبعا ما أشار له فراس من أنه أحدث اختراقات حقيقية في المنطقة. وتقديري أيضا أنه يعني
هذا الكيان كأي جسم آخر. الحقيقة اليسار تراجع في العالم في العالم كله، ليس فقط ترى انكمش بطريقة يعني غير مسبوقة، ولذلك هذا انعكس أيضا على وفعلا هو يؤشر في تقديري أنه سيدخل كما هو أصلا سيدخل هذه الدول الأوروبية فيها صعود لليمين في مأزق، مأزق هوية، مأزق سياسات، أيضا سيضع هذا الكيان الإسرائيلي في مأزق لأنه سيرسخ سياسات يمينية تجعله في مواجهة الإسرائيليين بطريقة يعني همجية، تجعله عاريا أمام المجتمع الدولي في انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن أيضا يغذي ردة فعل قوية من الجانب الفلسطيني، ويجعل حتى العرب غير قادرين على تبرير مزيد من الجرائم التي ترتكب. ولذلك فعلا هذا الصعود اليميني وتغلغله في إسرائيل في تقديري يؤزم هذا المشروع الصهيوني أكثر من أنه ينعشه. أو كمان النقطة الثانية أنه نتائج الانتخابات الإسرائيلية تبين أن وهم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تبدد. صحيح. صحيح. الآن هم كل ما بفكروا فيه التيارات هذه اليمينية واليمينية المتطرفة كيف يتخلصوا من الفلسطينيين، مش كيف يتفاهموا معهم. بس هو إذا 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 نرجع إلى الموقف العربي اللي هو مخزي سواء كان من المؤتمرات ولا كذا، ترى حقيقة يقتصر على مواقف معلنة من قبل هذه الحكومات. يعني اليوم أنا أذكر أنه لما وقع التصر اتفاقية السلام رحت أنا للقاهرة لقيت واحد من محلات يبيع الصحف عنده صحف إسرائيلية واثنين شرطة واقفين هناك، فسألتك قلت لك قال لي إنه الناس يجون يكسرون هذا يمزقون الصحف، فتصور فهذا يعني فالفكرة أنه اليوم لما قطر أو السعودية تعلن ما تريد والعراقيين يبعثون الناس إلى إسرائيل والآخرين يردون يسوون صفقة القرن ولا صفقة، ترى كلها لا يزال حقيقة في واقعة هو عبارة عن تعبير. هناك بعض التجارة مع الأردن ومع بعض الدول، لكن بخلاف ذلك العداء العربي الإسرائيلي لا يزال على نفس القوة اللي كان بطوال السنوات من 48 لحدنا. نعم العرب الآن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى فقط بالحديث، لأنه كل واحد ملتهي بعزاء اللي بليبيا والتونسي بتونس والإلى آخره، لكن تبقى القضية الفلسطينية هي اللي تجمعهم. إذا تريد تسوي أي تنظيم مع الأوروبيين أو مع العرب في الغرب تحط القضية الفلسطينية يجوك الناس. هو طبعا الإدانة للأنظمة الشعوب العربية بدون شك أي حدث فلسطيني يعيد حتى الاهتمام طبعاً. قصة القضية المركزية يعني دائما بنحكي أنه نشغلوا العالم وهذا صحيح في مشاغلهم في مشاكلهم، لكن في أي لحظة بيحصل حدث في فلسطين حدث مهم البوصلة تتجه. لأنه على فكرة القصة حتى عالميا يعني أنا أذكر في حرب أظن 2014 كان أحد المذيعة في راديو محلي هنا في لندن بتسأل بتقول يا عمي يعني ليش لما صار حرب في غزة كل هاي المظاهرات صارت، اللي هي طبعا معظمها بريطانيين يعني انجليز وبيض يعني مش عرب ومسلمين، وفعلا كان في مظاهرات هائلة في أثناء الحرب. صحيح. فهي بتقول طيب يعني اللي ماتوا، بتقول هي أنا مش ضد أنا مع المظاهرات وأنه هاي اللي عملته إسرائيل غلط وفي قتل ناس والآخر، بس اللي الناس اللي ماتوا يعني مثلا هذولا بيموتوا في يوم واحد في سوريا وما شفنا هاي، فشو السبب؟ فالحقيقة السبب لأنه هي مش ربما لا تفهم طبيعة الصراع. أنا أعتقد بأنه الاحتلال الإسرائيلي وعلاقته مع الفلسطينيين يلخص صراع كل البشرية بين الحق وبين الظلم. أي بني آدم لديه إيمان بالعدالة المطلقة يجب أن يقف بدون تحفظ مع الحق الفلسطيني. ولهذا أي حدث فلسطيني بحرك مش أكيد. بس العرب بس هو بالإضافة إلى هذا عندنا الشعور العربي أو الإسلامي يعني اليوم لما يصير عندك مشكلة الروهينجا ولا بأي مكان آخر اللي ما له علاقة بالعرب جزء من المشاعر
بالنسبة أنا أذكر لما صار معزيزي الله يرحمه لما حرق نفسه وصارت الثورة التونسية، واحد إنجليزي صاحبي قال لي تعرف فلان على واحد من إخواننا العرب اللي هو مصري، قال لي قال لي هذا مش تونسي هذا مصري مو تمام، قلت له إيه، قال لي طيب هذا شو خابص نفسه بالثورة التونسية شو علاقته بتونس هو مصري، فقلت له والله ما أعرف كيف أشرح لك، بس هذا بالنسبة إلى العرب هم كلهم واحد، هم واحد يعني. قلت له هذول كلهم عندهم نفس، كلهم يسمعون أيوة ويقولون. لذلك احنا لما نقول لذلك لما نقول احنا انه قضيه فلسطين قضيه مركزيه، هذا مش موقف عاطفي، هو لانه في ارتباط وثيق بين اقامه الكيان الصهيوني طبعا في فلسطين وحرمان العرب والمسلمين من النهضه، وهذا مرتبط ببعضه البعض صحيح. ولذلك لم يكن عجبا أن ثوار تونس وثوار مصر وثوار سوريا وثوار ليبيا وثوار اليمن كانوا يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد تحرير فلسطين. صحيح 100%. نكبة العرب بالاستبداد وبهذا الطغيان هي نكبة العرب بوجود هذا الكيان الصهيوني في قلبهم. يعني صورت صدام حسين صعد على المشنقة وعلى المشنقة يقول تحيا فلسطين. زين طبعا هو انا مرات اقول للناس انه انا متاكد انه سيد الشهداء الحسين، لكن احنا ما نعرف اذا هو اتيحت الى الفرصه ان يتلفظ بالشهاده ولا لا، لكن صدام حسين بلايين من الناس سمعته وهو يتشهد قبل الوفاه، لكن في تلك الوقت في ذلك الموقف والرجل صعد يعدموه، واللي يعدمه هو الأمريكان باعتباره دكتاتور وإلى آخره، يقول تحيا فلسطين. فهذا في تصوري يعني هي صورة لفهمنا لقضية مثل ما ذكرت فراس أنه قضية مبدئية، أنك تأتي بمجموعة بشرية من براغ ومدري وين وعدن ولندن وبرلين وتجيبهم تدخلهم في مكان وتشيل الناس كبهم برا وتحط دولة بدلهم وفق أي معيار، سواء كان معيار ديني ولا أخلاقي ولا سياسي ولا، هذا غير مقبول. ولذلك على فكرة هو الحكومات العربية التي تسير للتطبيع أحد أهم أهدافها هو إلغاء هذا طبعًا. هذه الصورة اللي أنا بسميها كي الوعي العربي تجاه فلسطين، ولكنهم بائسون. يعني كل اللي بيعملوه، كل الحرب في حرب إعلامية الآن خطيرة على السوشيال ميديا ممولة ومدفوعة من بعض الأنظمة، كل الإعلام بشيطن الفلسطينيين وهذولا باعوا أرضهم إلى آخره. شهيد واحد في قطاع غزة أو في أي منطقة فلسطين يلغي القصة كاملة. هذا الوعي تجاه فلسطين لا يمكن تغييره. أنت شوف مسيرات العودة شو عملت في صفقة القرن. نعم لا يمكن خلصت لا يمكن عليها يمكن يعني لا يمكن تغييره. حتى هم لسه ما سربوش إلا نظر يسير منها. جاءت مسيرات العودة لتقول لا صفقة قرن ولا صفقة سوى يعني الآن نحكي على صفقة القرن. يا أخي والله أنا لحد الآن أنا غير مقتنع أنه هذول كانوا جد. هذا مثل واحد يريد يبني مشروع تجاري أنا وياك نروح نبني مول ونحط بيه 10,000 مخزن وكذا. هذول كانوا يسكروا مع بعض في الصحراء كوشنر والذي استضافه، وأجت في بالهم الفكرة هاي إنه تعال خلينا نعمل إعادة تشكيل للمنطقة. كلام فاضي. هي طبعا في حالة أنا أعتقد بأن الأنظمة حتى جزء منها التطبيع وصفقة القرن، الأنظمة العربية الآن تعيش مرحلة توحش خصوصا قبل الموجات الأخيرة، موجة السودان وليبيا والجزائر، كانت تشعر بأن هذه الثورات المضادة قد انتصرت وحققت هزيمة كاملة للشعوب، وبالتالي نحن نستطيع أن نفعل أي شيء. ولذلك لم يعودوا يخجلون من القول بأننا نريد أن نمارس التطبيع مع إسرائيل، بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، في وزير كما تحدث وزير خارجي عربي، وكما قال وزير خارجي عربي قبل يومين وزير عمان خارجية عمان يقول بأنه إحنا لازم نطمن إسرائيل، يعني الشعب المحتل الشعوب المحتلة هي التي تريد أن تطمئن هذا الاحتلال الجاثم المجرم. ما جاءت أنا عمان هذه إيش بدها؟ إيش يعني شو؟ إيش يعني؟ بده يضمن الرئاسة هو، بس العلوي يريد أن يضمن أن يصبح
سلطانا قادما باختصار شديد. يعني هي أحد أسباب أصلا الخضوع والركوع أمام إسرائيل إنه بعض البعض الناس يعتقدون بأن الطريق للحصول على الشرعية من خلال أو الدعم من الولايات المتحدة هي عبر بوابة نتنياهو، وبالتالي يقدم أوراق اعتماده. يعني لذلك مثلا عمان لا نستطيع أن نفهم موقفها، هي مع إيران في بعض الملفات وفجأة بتصير مع إسرائيل في ملفات أخرى، ولا ندري لماذا. لا في لها حدود مع إسرائيل ولا في لها تجارة ولا محتاج لشيء. أنا أفسرها حقيقة بأنها رغبة من بعض الجهات في هذا البلد لي يعني تقديم أوراق اعتمادها للحصول على. إنه هذا على فكرة يعني لا يصغر سلطان عمان بالسن كثيرا، يعني بظلوا متأمل أصلا أكبر منه عمرا أعتقد. أكبر منه عمرا؟ أنا أظن أنه هو عمرا أكبر من السلطان ممكن، لكن يعني أحسن. لكن حقيقة أنا لكن عنده طموح. يعني أنا بموت الزمار ويده تلعب. أنا أذكر في وقت ما لما كانوا الدول العربية بعدهم يعملوا مع بعضهم، كان هناك شيء اسمه مجلس السفراء العرب في لندن، لأنه كانوا يحكوا مع بعضهم، وبالتالي كان هناك مجلس. الآن ما أعرف إذا بعده موجود ولا لا، لكن على الأغلب فمجلس السفراء العرب كانوا بين فترة وفترة يعني يطلبون من الناس المقيمين هنا أنه يتحدثون عن مواضيع ديها. فمرة من المرات أقولهم، قلت لهم أنه أنا الانطباع اللي عندي هو الآتي، أن كل ما سياسي بريطاني يروح إلى دولة عربية، السياسي البريطاني يضع برنامج المناقشات ويضع فيها كل الانتقادات للدولة العربية التي سيزورها، والجدول الثاني يتضمن كل طلبات بريطانيا. قلت لهم لما يجون المسؤولين العرب إلى بريطانيا يأتون بدون أجندة، ويعتقدون أن يجب أن يكونوا على أفضل ما يكون من الخلق والكرم تجاه الإنجليز والتساهل، باعتبارهم لأنهم ضيوف. وحينما يأتون الإنجليز عندهم يعتبرون نفسهم بما أنهم المضيفين يجب أن يكونوا أيضا كرما. وبالتالي في كل الحالات العرب يكرمون الأجنبي، والأجنبي والله هذول عرب العصر الحالي، لكن طبعا حتى عرب الجاهلية ليتهم يتعلمون من عرب الجاهلية الذين كانوا يعني بالرغم من أخطائهم وبعض يعني جهلهم إلا أنهم كانوا سادة في الكرامة وفي الشهامة وفي رفض الضيم ورفض الضيم. يعني البني آدم ممكن يخوض حرب يعرف بأنها خاسرة ولكنه يرفض الضيم والظلم. الآن للأسف لم يأخذوا سوى العرب التطبيقات السيئة للمكارم الجيدة. هذاك الوقت هذول العرب ما كانوا يجون لندن، كانوا يروحوا على المناظر، كانوا يروحوا على عند كسرة. دكتور، على إشارة أخيرة على قصة الانتخابات بما بدأت فيه، اللي هو إنه هذا قد يؤشر لنهاية المشروع. هو حقيقة كبر، لأنه هو يعني هو حقيقة هذا اليوم نتطلع اليوم كل استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وخصوصا في أوروبا تقول بأن المزاج الشعبي تجاه إسرائيل متغير. القبول برواية الفلسطينيين اليوم هو أكبر مما كان في أي يوم من الأيام. أنا أعتقد أن هذا بسبب الممارسات الإسرائيلية، ممارسات الاحتلال، وبسبب التوجه المجتمع في دولة الاحتلال إلى اليمين، وبالتالي عدم اكتراثه في الخارج. ولهذا هذا التغير في المزاج جعلهم أيضا من جهة أخرى يخشون من ما يسمونه نزع الشرعية. لذلك الآن دولة الاحتلال أحد أهم وزاراتها وزارة الشؤون الاستراتيجية التي تقوم على مقاومة ما تسميها حركات نزع الشرعية. وأيضا في هذا الإطار نستطيع أن نفهم اللي تفضلت فيه دكتور، أنه رمي كرت الاتهام باللاسامية بمعاداة السامية، لأنهم يدركون بأن موقفهم السياسي صعب. هذا الموقف السياسي الصعب لن تستطيع في النهاية المزاجات الشعبية للمواطن الغربي لن يغيره سلاح إسرائيلي أو إعلام مضلل أو ما شابه. تأييداً لكلامك، أنا شهدت بأم عيني قبل 30 سنة حينما جئت إلى هذا البلد. شو 30 لها تصير 40 سنة. لما جئت لهذا البلد لم تكن تستطيع أن تذكر كلمة فلسطين. الآن هناك الأحزاب السياسية لديها المجموعات الفلسطينية.
الرأي العام يتحدث عن الموقف الفلسطيني، وسائل الإعلام تتحدث عن الموقف الفلسطيني، وهناك حركة مؤيدة للفلسطينيين بدرجة أن هناك حركة مقاومة لموضوع التطبيع والبي دي اس. يعني حينما تحاول إسرائيل أن تتهم أي شخص بمعاداة السامية أو الجالية الصهيونية، أو حينما يتحدثون عن موضوع المقاطعة، تجد أن هناك حركات بريطانية إنجليزية ليست عربية وليست فلسطينية وليست مسلمة هي التي تمنع تقاوم هذا الخط. صحيح. لأنه تغير، هناك تغيير كبير جدا، ليس الفضل يعود فيه للعرب وإنما لسوء الإسرائيليين.